انا ما لسه ما جيت له طبعا، عبد القادر لسه هو ما جاء، ما جاء ولا قاعد، في ناس قالوا قاعد. انا يوميا يوميا مشغله لك كده يوميا، والتحيه لاخونا ده انا متاكد حياة الله يفضل بوصل له. ويوميا انا هشيل طبعا، انا بخش التوك توك بشوف انه زول ده المحتويات اللي قاعد يقدمها دي بجيبها كلها هنا بالنص بالحرف الواحد كويس، بجيبها ويوم اشغلها، عشان ما تجي تقول لي قال انا انت دايما عارفك ذاته انت زول ده. التحيه للزول ده يا جماعه، شاهدوا ليه يا جماعه، اي زول يعمل صفحه في التوك توك يشاهد للزول ده يا جماعه. زعل من زعل، نعم، ورضا من رضا، أيوة. لانه ده تاريخ. اول معلومه من الحاجه المؤكده جدا انه اي ميميا واي تمثال يتوجد من مصر فوق لحد اسوان لحد كوش ذوي البشره السوداء، جنود على ملوك كلهم كانوا حاكمين الارض دي، وما في دليل واحد بيثبت انه الناس البيض ديل كانوا حاكمين البلد دي كلها. المعلومه الثانيه ومن المؤكد انه اسوان كانت داخل حدود دوله كوش بس، وعنده محتويات كثيره قاعد يقدمها الزول ده، وانا متاكد لايف ده بوصله، وده رقم تلفوني، وخليه ينزل لي كميه بتاعت المقاطع، لان انا قاعد يشيروها بس من التيك توك بيشيروها في الفيسبوك. فزول ده شرحت لك كثير في الفيسبوك، لكن في التيك توك ما عندي ال اسمه الصفحه حقته. تحياتنا له، وده حضارة موجودة معروفة، ما ادري ايه اثنين ثلاثة. طيب والله يا استاذة ما 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 جاني ده، ما برضه ما ده ما بديني الحق ان اني انا استنكرك انك انت ما سوداني، ولا بديني الحق انه انا انبذك، ولا بديني الحق انه انزع منك الجنسية السودانية، ولا بديني الحق انه انك انت ما عندك حق المواطنة. لا على فكرة عندك حق المواطنة وعندك حق الحكم، لكن بس الرضاعة الحزم الثاني الرضاعة سخنة، لأنه أنت كان كنت بترضي في السدي ده، ودايرين إن إحنا مشاركة حقيقية وفعالة في الدولة وأنت رفضتها. ده الموضوع كله جاب دولة النهر والبحر. وعلى فكرة والله أنا طبعا بيتصلوا علي ناس كثير جدا. طيب الزول ده خلينا نشوف هنا، شوف الزول ده مرحبا بك، انت في المفوضيه، انت في المفوضيه يا حبيبنا. لا لا انا بس انا داير اصل لا لا تحياتنا، تسلم الليله ناس المفوضيه، بس تحياتنا يا جماعه. ما انا اشارك اي دول من ليبيا ساكت، ولا من السودان، من السودان ده الا لما نفتح الدعاوى، وانا داير عبد القادر بس، وانا نقاشي مع عبد القادر. اول حاجه ما في انفصال، ما في انفصال عديل كده عديل كده زي ما قالوا، ما في انفصال، ما في انفصال. كيف الكلام ده يا احمد؟ اول حاجه جيب لنا المجرمين اللي ارتكبوا فينا جرائم نحاكمهم مهنه، مش تقول لي هذولك في السجن، نحاكمهم مهنه، جيب المجرمين ديل نحاكمهم مهنه، نقطع رقبتهم كده. دي اول بنت. شوف الجنوبيين ديل لما داري يتفصلوا بعد 50 سنه ولا 55 سنه ولا قريب 60 سنه حتى ينفصلوا. انت مش الكلام ده ذكرته وحسي باقي لك كم؟ كله عنده شهرين صح؟ ولا 6 شهور ولا قول سنه صح؟ باقي لك كم من 55؟ باقي لك 54 سنه. بعد تتم ال 54 سنه بعد ذاك اقودوا وغروا مصيركم، صوتوا على وحده يا انفصال بعد 54 سنه. لكن حسي كده ما في لك انفصال. انت بتحكم وتغرر بلاد يوم انت فصلت البلد، وانت كنت الحاكم، وانت خلقت المشاكل، وانت فصلت جنوب السودان، وانت اجبت الجنجويد، وانت جنت الجنجويد، في النهايه لما سخنت معاك بعض الحركات المتسلقاتيه جو في السلطه، والجنجويد جو في السلطه، قلت لا لا والله انا ناس دارفور دي ناس مشاكل، والليله هم جداد، حتى الناس قاعدين ينبذون في الجزيره وين وين وبتاع، وعبد القادر يقول فيديوهاته موجوده، عبد القادر قال له شوف ناس الخرطوم ديل، لانه في كميه من المواطنين، لكن ناس الجزيره الناس الموجودين في الجزيره دي لمسهم. الكلام ده قالوا صاحبك ده، قالوا صاحبك وجاك وكورك ولقوا الدارفورين علي الايمان وقع من الحافله وشخط ركبينه في الارض دي، الان راقد في المستشفى، صاحبك ده قالوا وبلع لسانه وسكت. صاحبك ده قالوا قدامك وبع وبلع لسانه وسكت، الان راقد في المستشفى. جابوا له اللايف حقه، قال له ده مش انت اللي قاعد تنبسنا نحن الدارفورين؟
قال لي لا 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 ما انا. ما انت كيف؟ جابوا لي اللايف حقه ده، مش انت لايفك؟ بقدر يتلب من الشباك، خبط لك في ظهره، وقع انبرش في الزلط، شخط ركبته وحس في المستشفى. اتخرج من المستشفى، ما اتخرج من المستشفى حس تاني لو مرك ما بيشغل لايفات، لانه خلاص شركوا له، والغرابه كذا القاعدين في الخرطوم والنوبه برضه شركوا له، لانه انت لما دير تجي تنبس البلاكات ده معناته انت بتنبس البلاكات من الدمازين ليه جبال النوبه ليه دارفور، معناته اكلتها يا فاره. عبد القادر احترم نفسك، احترم نفسك، الناس الغرابه برضه والنوبه برضه قاعدين معاك في السعوديه، فنحن ما بنقول لزول دقوا، لانه انت اتكلمت بلسانك ما يدقوك، يدقوك ليه؟ نحن بنرد عليك ونقول لك تعال في ارض الواقع واتبنوا الفكره دي. على فكره يا جماعه والله في ناس من الجزيره وفي ناس من الشماليه وفي ناس من الخرطوم، كلهم كده كشماليين الان اتفقوا نسبه كبيره جدا، مش انا بظلم باقي الناس، اتفقوا لموضوع بتاع الانفصال ده، لانه قالوا نحن ما دايرين، قالوا يا يحكم الجيش يا الجيش يحكم، يا كمان ننفصل، نحن ما دايرين الغرابه ولا النوبه دي اللي يحكمونا. اديل كده اقسم بالله جد، وبخشوا معي كميه كميه من الناس في الخاص، لانه ده الاثنين رقم وصاب يوميا، وخير الغراب القاعدين في الارض اللي بخشوا معي القاعدين في الارض هناك وعارفين اي حاجه، 80% او 70% او 50% متفقين على انه لازم نتفصل. فهمهم الاول والاخير انه يعني اتخلعوا في الموضوع ده. طيب فلنفترض انه العسكر رجعوا عشان ده يوريه انت برضه لسه سيك سيك معلق فيك. العسكر جو رجعوا بضغط بتاع الشرك بترك المهم بخير ورجعوا. في معادله وسخه جدا. الان العساكر قالوا لازم يفكوا الحكومه، يلقوا الوثيقه الدستوريه، يسوي وثيقة دستورية جديدة، يجيبوا ناس مدنيين زبالة تهجزمهم، لكن المعادلة مريم الصادق تكون موجودة حزب الأمة، يعني بيشيلوهم من منصبها بدوها منصب كده ملكلك، والحركات المسلحة بكونوا موجودين، وحميتي ما بدمج في قوات الشعب المسلح، يعني وثيقة دستورية جديدة و و و و وتمديد بتاعت فترة تانية، بيفكوا المواد التومينية شوية يومين ثلاثة، وحبة دواء حبة قرقوش والناس تاكل وكده، برضو ما في حل، برضو كده انت ما حاكم. لا هم قالوا ما كده، قالوا يمسك الجيش والحركات المسلحة تنطرد وحميتي يتفكر ويرجعوا هم في منظومتهم الجبال جبال ها، دولة بين قوسين الدولة بتاع المركز، أحزاب الفكة، أحزاب الكرتونية، الحكم الشمالي الصفوي، الأنصري البخيت الجهوي، الحكم الأهادي الشمالي، ذاك انتهى، ذاك زمنه ولع، ودان يا ظلام الهف في أبوابنا ما تأدي، موضوع انتهى. يعني ناخذ بكلامك أنت، العسكر رجعوا، حميتي قواته طرف، دي ما دولة، برضه دولة همجية. ما دولة دي، دي دولة كيف برضه بتاعت جنجويد. الحركات المسلحة برضه متفقين مع العساكر وهيمتي، يعني الحركات المسلحة بيجاي كيزان نص نص قوس، الحركات المسلحة نص كيزان ونص جنجويتي، يعني هو قاعد شنو؟ بين حالتين انا ضايع. يعني الحركات المسلحة نص جنجويتي ونص قوس. والحركات المسلحة انتم يعني عاملين اتفاقية مع الجنجويت أكثر من الكيزان. والكيزان كمنظومة سياسية مدنية أو حاضنة سياسية مدنية أو حاضنة سياسية ما عندها دور إلا تطبل حتى تجي تاكل لها 5 جنيه 10 جنيه، ما عندها أي دور. والعساكر زي ما شفتم بقوموا لحميتي عبان قروش دير، بحيوا لحميتي، حميتي الحم ذاته جابوا الرائد جمال الحرامي بتاع الحمير الخط له رتبة، هم ذاته بقوا يحيوا يحيوا ليش؟ انت قال لك فاضل له؟ ما فاضل له، لكن عشان يحميهم، ولو داري يحبشوه معناته بحصل توازن بتاع قوه، وبكون هم الضباط بموتوا، العساكر بيناتهم بموتوا والضباط ديل بيصفوهم وقتي، عشان كده قال لهم انتوا ذاتوا حمايتنا نحن، ما تسمع هم متفقين على شيء ما، ما دايرينه لكن برضه دايرينه شيء ما كده، عشان يكونوا باقيين وقاعدين، وما بسلموا السلطه للمدنيين، طول ما قاعدين وما في اي ثوره مدنيه على فكره. ثورة مدنية بتسقط عسكر، لو في دولة حاكمينها عسكر
وحكم ديكتاتوري، ما في مدنية، اسقاط بتاعت ناس مدنيين يطوا شارب هتافات بيسقطوا عسكر، ما بيسقطوا. بتسقط كيف؟ لازم العسكر ينحاز للمدنيين، يعطوا عسكر طيب. الضباط المحصورين تعسفيا، صغار الضباط ينحازوا للمدنيين ويتقلبوا في اللجنة الأمنية الحاكمة البلد الطاقوتة دي. يعني أي بلد، أي بلد حاكمها عسكر، لازم في صغار الضباط ينحازوا للثورة ويكونوا ضد الضباط اللي كانوا حاكمين زي اللجنة الأمنية بتاع البشير، ويحطوهم في قفص، لكن بفكرة إنه هو يجي يرجع في المؤسسة، يرجع في المؤسسة. يعني ما عنده علاقة بالحكم ولا عنده علاقة بالسياسة، ولا يجي يقول أنا واحد زائد واحد يساوي كده، خمسة من المدنيين وخمسة من العساكر، واحد زائد مرجعية عسكرية، لا 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 لا، لا في كلام زي ده. في فهمه إنه زي الود اللي طلع ملازم أول ولا النقيب ده، ملازم أول ده، قال إن إحنا دايرنا، قال لي تمسكها أنت، تمسكها أنت، قال لا لا، نحن جينا هنا عشان تسقط بس. ده ما عنده أي أيديولوجية إسلامية. ما عنده أي أيديولوجية، لأنه الولد اتخرج أولاً اسمه كان حضر سنة 89، عمره 5 سنة ذات الود الملازم أول اللي طلع في، أكتبوا لي اسمه، طلع في القيادة العامة. يلا ده داير يرجع المؤسسة، داير يرجع المؤسسة بتاع الجيش الأصلية، ويرجع المؤسسة. فما في اي هتافات بكره ولا بعد 100 يوم لو طلعتوا، ما في العسكر ديل، جيب لي دوله واحده كده بيسقطها مدنيين بيجي بحطفوا والعساكر بيسقطوا. بقول لك ما دعنا البرهان شلنا، انهزنا لكم، انهزنا للمدنيين، لكن احنا شركاء في الفتره الانتقاليه تاني من جديد. ولا انا كذاب يا جماعه، والله انا ما فاهم حاجه كده، اكتبوا لي. محمد صديق تحياتنا. بس ده ما عنده اي ايديولوجيه كده اسلام هناي ولا المهمه الزفت حقهم ده. ما حضر سنه 89 الانقلابات، ولد صغير برنامجه انه البلد دي تتقدم وتمشي قدام زي ده اللي احنا دايرينه. وفي برضه كبار من الضباط اتفصلوا تعسفيا، خالفوا البشير وخالفوا الاحزاب، والكلام ده ما بينفع معاهم. دايرين دوله يكون محترمه، جيش زي الجيش بتاع اوروبا وجيش امريكا وكندا، جيش ذاته يكون جيش متطور، مو جيش حسي بتاع خالد. واحد يجي والله العظيم استغربت جدا من الجنجويت اللي قبل رسل لي مكالمات صوتيه، استغربت منه جدا انه لازم قال انا 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 قال اقبل الجنجويت واخير خطاباتي ده. يا تو خطابه، يا تو خطاب انا اغيره. ما في اي خطاب بيتغير، انا ما عندي علاقه بالجنجويت نهائي، والله للسما لو انطبق مع الارض. ونحن جينا في الميديا قلنا قررنا يعني ننتصر يعني نموت، ونوقف فحمنا البسيط ده لأهلنا. يا جماعة ده واحد اثنين ثلاثة، في جزء بياخده وفي جزء ما نافع بيخطه في